أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن تفاصيل برنامج حكومي يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 تحت مسمى برنامج التوازن المالي، والذي سيتضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات. جاء ذلك خلال الإعلان عن مبادرات برنامج التوازن المالي بقصر القضيبية بعد توقيع المملكة الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي في مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، والتي سيتم بموجبها دعم وتمويل برنامج التوازن المالي الذي سيمتد حتى عام 2022. إننا في مملكة البحرين نسعى دوما إلى تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي اخترتها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة آل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وبمتابعة ومؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. إنما أكده جلالة الملك المفدى حفظه الله لدى ترأسه جلسة مجلس الوزراء مؤخرا على ضرورة مواصلة خطة التنمية الوطنية الشاملة من خلال تضافر كافة الجهود وتحويل التحديات إلى فرص من أجل الوطن والمواطن، قد تجسد في توجيهات جلالته لوضع برامج تنفيذية تسعى إلى استمرارية التنمية وزيادة الاستثمارات وتعزيز الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات الحكومية لخلق الفرص النوعية للمواطنين. لقد تحقق للبحرين الكثير من المنجزات التنموية والتي نسعى دوما لتعزيزها، فالجهود المتميزة ساهمت في تنويع اقتصادنا والحفاظ على نمو إيجابي مستمر منذ سنوات في ظل ما يحظى به من قاعدة صلبة، ويجب أن يواكب هذا النمو الاقتصادي الإيجابي المتواصل وضع مالي مستدام نحن اليوم بصدد الحديث عنه من خلال برنامج التوازن المالي. الأمر الذي ستصب إيجابياته في صالح المواطن والحركة التجارية والإسهام في تحسين مستوى التصنيف الائتماني للمملكة ليكون ضمن الحدود الآمنة والمقبولة دوليا، بما يسهم في نهاية المطاف في خفض تكلفة التمويل للمستثمرين والأفراد على حد سواء ومواصلة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ونتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الكبير إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على دعمهم المستمر لمملكة البحرين عبر مختلف المحطات، انطلاقاً من أسس وحدة المصير المشترك وقوة ومتانة الروابط الأخوية الجامعة، وعلى ما أبدته هذه الدول الشقيقة من دعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي المحلي من خلال دعمها التام لتنفيذ هذا البرنامج. وقد قدم معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية عرضا حول تفاصيل برنامج التوازن المالي، حيث أوضح معاليه بأن البرنامج يحتوي على مبادرات لتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وطرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها وتعزيز كفاءة وعدالة
عدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، إلى جانب تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية. وقال معالي الوزير إن برنامج التوازن المالي سيتطلب تكاتف جميع الجهات للعمل على تحقيقه لاستدامة الوضع المالي للحكومة، مؤكدا أن الحفاظ على استمرارية الخدمات وتحسين جودتها للمواطنين هو هدف محوري تسعى الحكومة دائما لتحقيقه، ومشددا في الوقت نفسه على حرص الحكومة على استدامة توفير الخدمات المتكاملة والتوظيف الأمثل للموارد الوطنية ومراعاتها لتوجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين بكفاءة وعدالة. وقال الوزير إن الحكومة استطاعت ومن خلال إطلاقها حزمة من المبادرات في الفترة من 2015 إلى 2017 من تحقيق أثر مالي سنوي أسهم في تقليص العجز في الميزانية العامة بمقدار 854 مليون دينار، منوها بأن تحقيق التوازن المالي يتطلب مواصلة تلك الجهود المبذولة من خلال ما سيتم تنفيذه من مبادرات يشتمل عليها برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق أثر مالي سنوي إضافي يصل إلى 800 مليون دينار بحلول عام 2022، مؤكدا على أهمية تعاون الجميع من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة. وحول برنامج التوازن المالي وتفاصيل مبادراته، أوضح معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة سيتم من خلالها تشكيل وتفعيل 6 فرق عمل من خلال إعطائها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات ووضع ضوابط الإنفاق لخفض المصروفات التشغيلية. وفيما يخص مبادرة تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، أشار معالي الوزير إلى أن المبادرة تشتمل على تنفيذ إجراءات لزيادة حوكمة عمليات الصرف في القطاع الحكومي وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية على الجهات الحكومية بهدف رفع كفاءة مصروفاتها وزيادة تفعيل الآليات اللازمة للتدقيق عليها، منوها معاليه بأنه سيتم استحداث آليات لمتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الملاحظات الواردة فيها بما تستوجبه ضرورة وواجب الرقابة الذي تعتمده الحكومة.